بتديني شكل حلو جدا، مش بس لابتسامتي ان انا شكلي حلو، كمان شكل وشي في المنطقه دي كلها اللي محددها الاسنان وعظام الفك، كمان بتديني ثقه في نفسي. تمام، في ناس كتير جدا بتيجي عندها السنه الاماميه دي مخلوعه، ده بيفقدوا ثقه في نفسه وبيفقدوا قدره على الاكل والوظيفه وحاجات كتير جدا. الاسنان لا تقل اهميه عن اي عضو في الجسم، ان انا اسيبه لاخر مشكله. اكتر حاجه بنسمعها انا بكره دكتور السنين، هو بكرهه ليه؟ لانه اتالم في البيت كفايه ان هو مش عايز يجي لي. انت لو كنت من اول الالم ما بدا جيت لي على العياده، او رحت بشكل عام ان انت تعالج الضرس او السنه اللي تعباك او المشكله اللي عندك، انت كده بتتجنب ان انت يبقى عندك مشكله، ان بقى عندك رابط ما بين الالم وما بين الاسنان. دي مشكلاتنا احنا كدكاتره اسنان كلها. ودلوقتي برضو المعدات اللي بقيتوا تستخدموها بقت اسهل كتير، ما فيهاش فيها الم قوي زي زمان يعني. بالظبط، حصل تطور رهيب طبعا في طب الاسنان، والالم قل كتير جدا عن الاول.